أخي المتتبع الكريم، صدق أو لا تصدق، دي أب بشرية كتحاول أنها باش تستغل ساكنة المغرب العميق. اليوم جا الدور ديال فاتحة. فاتحة هذيك البنية اللي لابسة الأحمر، اللي وصلت دابا 18 سنة، عانات مورا الجبال، جاو من النواحي ديال كفن سور. هنا كانت واجدو على بعض كيلومترات قليلة من المدينة الخليفرة. من مدينة خليفرة، هذه رسالة لأي بنت باش ترد البالها. يا فاتحة ولات مسكينة حاملة وولدات ودري آية في الجمال، ولكن فينا هو الوحش، وكيف طرحت أنه أخلي سبيله، وكيفاش أنها مسكينة، لأن بيني وبينكم هذيك اللي لابسة الأحمر كتعيش اضطرابات نفسية. غادي نحاولوا اليوم في هذا المباشر، غادي نحاولوا نوصلوا هذه الصرخة ديال هذه البنت اللي بغينا نوصلوها هنا يا مور الجبال. تفضلوا أستاذ. إذا أخي المتتبع الكريم، سلام الله عليكم. تنتواجدوا في منعرجات طريق كفن سور أو أقلموس. قصة غريبة حقيقية وقعت هنا مور الجبال. دائما كتوقعوا شي حوايج مور الجبال اللي كيجيو من سابع المستحيلات. اليوم غادي نشوفوا القصة ديال فاتحة. هاد البنية بنية بنت المغرب العميق، راعية غنم لا علاقة لها بالعالم الأزرق، غادي تطيح ضحية ديال ذئب بشري اللي غادي يستغلها. وغادي نحاولوا نهضروا مع فاتحة، رغم أن فاتحة شوي كتعيش واحد اضطرابات نفسية اللي نتمنى ان توصل الرساله ديالها. جاو اليوم القناه شوف تي في نعيشوا مع فاتحه. فاتحه لاباس؟ بخير الحمد لله. كل شيء بخير الحمد لله. الله يحفظك فاتحه. وي هذاك الدري الصغير ولد من؟ ولدي. ولدك؟ وي. مع من ولدتي؟ مع محمد. مع محمد؟ وي. دابا محمد راجلك؟ نو لا ماشي راجلك. ماشي راجلك؟ نو. وكيفاش تحملك محمد فاتحة؟ ما كنت معاه غير علاقة عادية. كنت معاه علاقة قال لي عادية، شوي قال لي باغي نتزوج، غادي نتزوجو ملي تكوني واجدة قوليها لي باش نجيبها نخطبك. ايوا كنت كنمشي معاه، ماما كنت كنخرج معاه. ملي حملت قلت له انا حاملة. قال لي انا ما بغيتش هذيك البلاد كاع، مشيت للعسكر. قال لك انا وليت عسكري. وي انا قلت لك. قلتي له حامله؟ وي اه. وفين دابا داك مومو اللي وعفاها؟ فين هو داك الدري الصغير؟ ها هو كاين معانا. هو هذاك؟ وي. ودابا انت حيت كنتي حامله دابا عاد وليتي عندك 18 عام، هو راه حملك مازال ما عندك 18 عام. وي وي. اه. وشنو درتي ملي حملتي يا فاتحه؟ ما درت والو، حملت وليت وبقيت كنربيه. واش كديري؟ كنتي غير تسرحي؟ لا شويه. ايه وفين عرفتي هو محمد؟ عرفتو حيت هو كاين تماك البلاد اللي حنا كاينين فيه. هادشي علاش عرفتو. واش كنتي كتمشي مع شي واحد اخر؟ يا محمد بوحدو؟ لا غير محمد بوحدو. محمد بوحدو؟ وي. عمك كنتي كتمشي؟ وي. ودابا فين بابا داك الدري دابا فاتحه؟ ما نعرف، ما عرفتش. هرب هرب، ما عرفتش انا فين كاين دابا. كنتمنى يشدوه في اقرب وقت ممكن. بغيتي يمشي للحبس؟ وي اهل الفرحه ديالي الكبيره هو يمشي للحبس. فين كنت يمشي تيمارس عليك فاتحه؟ فين كنت يديك؟ المغرب تماك، هنايا تماك في البلاد. كيف البلاد؟ وكان في عمر ديك الساعه 17 عام 16 عام؟ 15. من 15؟ شحال من؟ من 14. من 14. من 14 هو تيديك مور الجبال. من 14 في 2014. هو كبير في العمر. ما نعرف تزدت في 2002. هو بشحال في عمرو؟ باقي هو كبير منك شويه. كبير مني بشي 4 سنين. ولكن عقل نهار اغتصبك فاتحه شويه. شنو وقع ذاك النهار؟ شنو اللي وقع؟ ما عقلاش مزيان. لا شنو وقع؟ راه مشكله وغادي تشوفي الدم فاتحه باش ما تكذبيش عليه. شنو وقع ذاك النهار؟ ما عقلتش. حيت دازت مده طويله هادشي علاش ما عقلتش. اغتصب حيت كانت صغيره. وي. اغتصب كنتي صغيره؟ وي. شفتي الدم انت؟ لا انا ما شفتو. شفتو. فين؟ في الكوري ولا في الجبل ولا فين؟ في الجبل. فاتحه كتعيش اضطرابات نفسيه فاتحه،
لان تغتصبات ربما على 13 العام اليوم عندها 17 العام، ولكن الغريب في الامر ان فاتحه ولدت الدري ملاك في الجمال، ولكن الهويه ديالها الدري والمستقبل ديالو دائما هادو هما الاطفال اللي تنخافوا يتكاثر هذا النوع امام المساطر المعقده ولا هاد طرق النصب والاحتيال واستغلال القاصرين. لان فاتحه كحاجه فاتحه عاد فاتحه والبارح وصلت 18 العام حسب الاعتراف ديال خوها اللي غادي يخرج بوجه مكشوف وغادي يفضح اسرار اللي خلات هاد البنت كتهضر بهاد الطريقه الهستيريا. ودري صغير ها هو ربما غادي يضاف الى اطفال الشوارع الى ما درناش يد في يد. تفضل خويا. السلام عليكم. اجد اخوك فاتحه. سلام. انت انك قلت لي بدنبان بوجه مكتوف لان تقاسيت في وسط الدوار، تقاسيت في القبيله، تغتصبت لي اختي على 13 العام هي 18 العام تقريبا بين 13 عام و 14 عام. عاود لي اش واقع كامل من الاول. والدري راه جارنا قريب لينا هو استغل الفقر ديال البنت حيت عندها المرض الذهنيه نفس الذهنيه كتنسى دغيا واستغل الفقر ديالها داكشي علاش. وهي هنا ما حسيناش بها حتى وصلت تقريبا 4 شهور 21 سيمانه عاد عرفنا من هو حامله وداكدنا قلنا ليه شكون اللي دار لك داكشي قال لك فلان. قلت ليه وحيت كاين واحد التليفون في الدار معروف ذاك التليفون غير التليفون ديال الدار لا التليفون ديال شي واحد. كيفاش تعرفتوا بان فاتحه حامله؟ واش كنتي عارف بان فاتحه مغتصبه على 13 العام؟ واش في خبرك بان فاتحه كتمشي مع محمد؟ لا ما خبرناش داكشي نهائيا. كاع ما في خبرك؟ حنا بغينا نوجدوا نديوها للطبيب ديال العقل اساسيا. نعم. فهمتي؟ احتاجت الاخت الكبيره كتبدل لها حيت الحاله ديالها مكرفصه وعارف الباديه وعارفه شنو وهي اصلا الحاله ديالها مكرفصه. نعم. لقات فيه الملامح ديال الحمل. قال لك هذه البنت واقيلا حامله. قالتها لكم الطبيبه؟ لا لا الاخت الكبيره. شافت فاتحه عقت بها. عقت بها. كيفاش تعقت بك خالتك؟ اجينا حاجه حدا بابا كيفاش تعاقس بك بين حامله؟ حيت كنت كان حيت قالت لي كنت كان كنت صافي راه شافت لي شافت لي القشره في البزول. شافتها هكا لحظات لحظات في البزول ديالها مقشر. الراس ديال البزول مقشر قالت لك هذه هاد المنوح تيكون عند المراه اللي حامله فهمتي. قلنا لي ما يمكنش. قلت لها ودينا البنت. قلت لها ودي البنت مكرفصه حتى واحد ما يطمع فيها. نعم. قال لك هاد الجبال الرجال ديال هاد الجبال بحالهم بحال الحناش علاش ما يطمعوش فيها. عيطت ليه صافي لا قبل ديناها للطبيب. ديتوها للطبيب قالت لكم هي والو ما عارفاش. قال لك ما يمكنش. ما قلتيلهمش ما قلتيلهمش يمشي معاك من الصغر. قال لك لا والو. نعم. ديناها للطبيب. قال لك الطبيب راه عندها 21 سيمانه ويومين وهي حامله. وهي حامله عندها 21 سيمانه ويومين. نعم. يا صافي بقينا تنحاولوا معها. قلنا لي شكون اللي قال لك دير داك الشيء؟ قال لك فلان. قلت لي عيط ليها. عيطات ليه قدامي. نعم هذا عيطات ليه قدامي. جاوبها قالت لي فينك؟ قال لي انا في العسكر. الا بغيتي شي ماكله غنعيط على واحد الدري يجيبها لي شي كاسكروت. قال شنو؟ قال لي الا بغيتي شي كاسكروت غنعيط على واحد الدري يجيبوا لك يحطوا لك في ديك التزغه. هذا محمد. هذا محمد. كانت واحد الشجره سميتها هو تيدعي بها انه عسكري. اي قال لي انا عسكري. ومشيت انا للدرك الملكي قلت لهم اودي هذا ما كيدير راه خرج ليه العسكر السجن العسكر ولكن ما مشاش. نعم. وما شنو داروا؟ مشاو عندو الاساس العسكر قالوا له اودي راه خرج لك العسكر يقول لنا الله يعاونك. حنا ما عندنا ما نديرو فهمتي يقول لنا الله يعاونك ما عندنا ما نديرو حنا ماشي سوقنا. حتى دخلوه. من ندخلوه لداخل قالوا له واش كتعرفي هاد البنت؟ قال لهم اه. صافي قالوا لها جي 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 عندها شي مشكل. عاد دخلوا لداخل عاد بلا كيهضر عاد وصل المغرب ولاو الناس كيجيو وصل الخبر لانه هو راه جا على حساب الاغتصاب تيجيو الناس. اذا انا غادي اخي المتابع الكريم اذا من بعد ما ان فاتحه خالتها شافت بان البزيزلات ديالها ولاو تيتقشروا بشي طريقه غريبه والخبره اللي عند هاد الناس عرفت بان فاتحه حامله شنو غادي يديروا؟ غادي يديوها عند الطبيب. الطبيب غادي ياكد بانها حامله. الاب غادي يتواصل مع رجال الدرك الملكي مشكورين وغادي يحاولوا يوهموا محمد بان راه خرج له التجنيد الماء التجنيد لان كان يوهمها بانه عسكري. لقاوه بان مسجل في لائحه ديال التجنيد. عيطوا عليه جا محمد فرحان ناشط على اساس يمشي يدوز خدمه ديال العسكره. ولكن انه في المواجهه مع فاتحه انهار واعترف بما نسب اليه. هنا غادي يدخلوا السماسريه
والبيعه والشرايه في الاعراض ديال المواطنين لا حول ولا قوه لهم الا بالله، بالله العلي العظيم. وغادي تولي المسطره غترون، غادي يمشيو وهمهم بين غادي يخطبوا غتفرح عاوتاني هاد البنيه اللي جالسه من قبيله تتعيش دوك الاضطرابات، وغادي يجيو الخطابه كل شيء كان اوهام، ولكن دايم شكون اللي غادي يدي الثمن؟ هاد البنت وهذاك الدري. جي صافي من بعد الجدارميات بغات هو محمد جاو عندكم جاو ديك الليله، جاو ديك الليله جاو تيهضروا مع الجدارميه، الجدارميه ما تصنتش لهم، مع دخل واحد لجودان، دخل ما نكذبش عليك، دخل واحد لجودان زير شويه القضيه، داروا شنو ما غنديروا، ما نديروا نديروا العشاء نديروا نطيبوا، مشاو عندنا للدار قالوا ودي حنا اللي كانوا الناس تيهزوا الدم ديالهم بيدين هاكا نهزوا حنا فوق الكتافنا. صافي هضروا الناس قالوا ودي بلا ما تضيعوا هاد الدري باقي صغير، عطا الله هادشي ماشي هي الاولانيه ولا الثانيه ولا الثالثه، هادشي كان من زمان وزمان. نعم صافي دخلوا السماصريه كما قلنا قبيله، صافي غد لي سنا واحد التنازل، سنا الاب ديال الولد سنا حتى هو واحد الانتزام، اجي مفاتيح انا قربي عافاك، سنا واحد الانتزام حيت ما شدينا من عنده. اذا جاو هادوك الناس غادي يجيو يخطبوا فاتحه، فاتحه اجي نقول لك فاتحه وي جاو هما خطبوك هادوك محمد وي جاو جاو اه جاو للدار اه ايه ولبستي حويجاتك عاودي هذاك النهار راه انت صحابك غادي تزوجي محمد شنو وقع؟ لا ما لبست والو جا تعطلنا على الجدارميه وصلنا حتى لحدود الليل لقينا القضيه سالات جات هي دخلات لقات الناس تما في الدار اه كنا كنا عند شنو قلتي صافي تزوجت الحمد لله بمحمد صافي انت صحاب كي تزوجتي به وصافي غادي مومو يكون هو باباه وي وي اه وشنو وقع؟ ملي جاو تماك الجماعه وجاو هما اللي نضارو قلت صافي حتى بقى نيت باقي صغير ما كي ما خاص ما خاصوش يجلس في الحبس، يقعد في الحبس، هادشي سمحنا في التنازل وقلت نتصل صافي هذاك بحال هذيك الهضره اللي كان كيقول صافي واقعي هي ما يكونش كيتفلى عليا، هادشي علاش تيقنا ودلني التنازل، وبعد ملي دانا التنازل بعد سيمانه ولا جوج سمعنا ما بقاش في البلاد، ما بقاش مشى محمد مشى ماعرفتش فين مشى، خرج من الحبس درتو التنازل ما عاود جا عندك وي وي ما ما بقاش جا عندنا مشى واه وشكون دابا با سميت ولدك الصغيور حكيم حكيم وي. عمرو جا شاف حكيم لا عمرو شاف ما عمرو شافو لا عمرو شافو كنتي كتعيطي انت لمحمد في التليفون من الدار حيت كنتي كتبغيه وتيبغيك وتيكذب عليك وي اه اش كنت يقول لك هو كان كيقول لي بحال هذوك الهضره ديال تمثيليه بحالاش بحال انت زوينه ملي تكوني واجده علميني باش نجي نخطبك هذا غير تسنيني شويه نجمع الفلوس هذا بحال داكشي ما عقلتش مزيان صحابك انت بصح اه وي بحال اللي كيهضر واقعي بحال تيهضر هو بحايله واقعي بحايله وي واو ولكن اجي علاش انت ما قلتيش لخوك ولا لماماك ولا لشي واحد راه محمد اغتصبني راه خرج مني الدم علاش ما حتى هو وصاني ما نقول حتى شي حاجه لشي واحد وصاني ما نقول والو او خفتني تما وحشمت تما بغيت نهضر صافي وسكتي وسكت حتى مشيت كنت مريضه قالت لي اختي مالك قلت لها مريضه قالت لي هذاك الشيء اللي كان غد قالت لي بحال هكاك كنت كان ديال مني كنت حامله بنتي وسكتي انتي سكت قلت ليها لا لا ما نقدر ما نقدرش نكون حامله وانا ما كنعرف حتى واحد لا, لا وصاتني قال لي صافي غادي تمشي غادي نوصي مالي نضار يديك عند الطبيب يشوف اش هاد المرض اللي عندك ما عرفت حتى انا ما حسيت براسي كاع واش حامله كنت كنحس بشي حاجه في كلشي ولكن ما كنعرفش راسي ما كنتش عارفه راسي كاع واش حامله نسيت الحامل حتى مشيت عند الطبيب قال لي انت عندك 21 سيمانه قلت لي لا راك غير كتخربق الطبيب قلت له درتي ليه قلت له واش كتخربق انت غير حمق وي وي قلت له انت اللي كتخربق ما تيقت كاع حتى ولات عندي شي 8 شهور ولا شي حاجه حتى قربت نولد عاد عقدت براسي واش انا حامله وشنو درتي قلت يا ويلي اش درت اه وي اه داكشي اللي بدات وعرفتي دابا بين محمد كله كذوب اه كله كذوب كنتمنى يشدوه
من يوم قبل غدا كان الحلم ديالي نشوفو قابضيه بالمونيط. علاش شنو دار لك؟ حيت هو حملني وما كيسولش حتى في ولده، ما كيسول بعدا غير في ولده، ما قلتش ليه سول فيا انا. صيفط لي واخا غير شي حاجه اللي لبسها ولا ياكلها، ما قلتش ليه انا ديال ليا. يسول غير في ولده، غير الخوتي والعائله هما اللي كيتكلفوا بدا. نعم وي كنت بغيت زعما واخا ما يبغانيش وما تجوش بيا لهلا يمشي يتزوج بوحده اخرى، ولكن يبقى يسول غير في ولدو بزعما، يبقى يسول غير في ولدو، تكون فيه غير الكبده ديال ولدو، ولكن والو ما كاينه فيا كبده. شوفي يا فاتحه، هو غير يشوف هذا الفيديو، شوفي ليا هضري مع محمد. شنو قولي لمحمد؟ شوفي غدرك وضحك عليك وي، وهو دابا جا ضحك على والديك، هضري معاه ماما، هضري معاه. بغيت ولا فيه الكبده ديال هاد الوليد، ولا ما كانش متيق باش هو ولدو يجي ولديو لاضير، كون جا بعدا غير نديو لاضير يشوف. ما بغاوش كاع يدير لاضير؟ لا لا كاع ما بغا، ما بغاش يجي يقرب كاع، ما كيبانش كاع، ما عارفينش فين كاين اصلا. انا كنتمنى يشدوه، داو شي كيف، درنا شي كيف بني ملال، مشينا شحال من محكمة، وكلنا محامي، والو من هادي شي عام ونص، والو حنا كنتسناو كنتمنى يشدوه. قالوا لك الناس وعلاش سامحتي له؟ حيت جا للدار. شدوه ياك شدوه الجدارمية، علاش سامحتي له؟ سامحته حيت صحاب لي غادي يتكلف بولدو ويتكلف بيا حتى انا، ويدي عند مالين دارو، ولا صحاب لي بحال علاقة جوزية، ولكن في الاخر صدق كلشي غير تبتيلية وضحكة وصافي. مشى هو خوا البلاد دابا؟ وي خواها. مش اخوة؟ وي. ما نويتيش بين كان تيضحك عليك؟ نو نو نهائيا. ما عمرك نويتي بين تيضحك عليك محمد؟ نو بحال اللي كيهضر بصح نو. بصح وفين كان تيديك محمد؟ راه من 13 عام باش خرج منك الدم، انت دابا عندك 18، راه بزاف هادي. ما كنتش كنشوفو بزاف، غير مرة مرة، حتى داز العام دغيا، ومني وصلت 13 ولا 17 حملت. صافي هكا. وكنتي كتمشي مع شي واحد اخر ولا؟ نو. ما عمرك مشيتي مع شي واحد؟ نو. عندك دابا شي واحد اخر هو اللي كون دار لك الدم وانت تبغي تلصقيها لمحمد؟ نو، ولا ما كانش متيق يجي نديرو لاضير، يجي ويبان. دابا ما يمكنش، محمد هو بان هذا بان. وي. إذن أخي المتابع الكريم، حاولنا أننا باش نهضرو معاه بكل عفوية، وكتهضر بكل عفوية، ولكن دائما شكون اللي غادي يأدي الثمن؟ الدري. آية في الجمال، الطيف اللي هو مور هاد الجبل غادي يخلق الله ورقة على جوج، وبالتالي غادي نشوفوا أطوال أطفال الشوارع، غادي نشوفوهم أطفال، دابا هادو أطفال ما وراء الجبال. هي عيب وعار، هي هاد السيدة مسكينة كتضرب كل حرقة، ولكن الغريب في الأمر أن من بعد ما غتشوف هاد البنت مسكينة كتضرب كل عفوية، غيدخلوا السماسرية عاوتاني. إوا اسمع اش غيوقع. نعم صافي، منين خرج دري صافي. هو كيدير تشهير، باه ديال الدري كيدير تشهيرات، بين هو انا ماشي بالتنازل باش خرجتو باش كذا، راه شفتوني ديت البقر بعتو فوق الموس، ما فيهاش شفنا دا البقر، لكن حنا ما عرفناش من عطا ديك الفلوس، واش ديالو غيشطي البقر تشري ليه، وتيقول بين هو قالت لي شي مرا ديك الليله باش خرج، ديك الليله باش خرج غير الفنانه اللي ما داروش. اما جمعوا كاملين، كاين دار العشاء ناشطين، قال لك مين بغاو يمشي وصافي صافي كلشي سالا، والعشاء سميتو بغاو يتزلعو الناس كل واحد مشي لدارو، قالك ناضت شي وحده قالت ليه وعارف اش خرجتك من الفن ديال السبع، راه القاضي ما قبلش ليا يخرجك غير بالزز. نعم ولكني ما نعرف، انا ما نقدرش نتهم حتى شي واحد، حيت انا الناس ديال المحكمه استقبلوني بكل حب، صنتو ليا عاودت ليهم بقى فيهم الحال، شافوا البنت. اذا المحكمه دارت لي عليها، الجدارمية داروا لي عليهم، المحكمة دارت لي عليهم، الوكيل، كلشي، السماسرية، السماسرية داروا خدمتهم، حتى هما داروا لي عليهم، هذا هو المشكل. وأن غادي يبان بأن راجل بن محمد شافوا الناس مشاطة البقر باعهم. وهنا غادي تدخل شي وحدة سياسية من المنطقة حسب ما يقول. هاد السياسية اللي تنتمناو باش تعميق البحث، شكون هي هاد السياسية اللي كتدعي بأن هي اللي دات الفلوس ديال البقر باش خرج محمد من الحبس، رغم ان محمد خرج بطريقه قانونيه، مادام ان التنازل اعطاه هذا السيد واعطاه الاب ديالو واعطاته فاتحه،
هي غادي يخرج محمد، ولكن شكون اللي فتح الراي على محمد انه غير يديروا التنازل ويديروا القصره ويهرب لهم محمد؟ شكون اللي ادى الفلوس ديال البقر؟ والشهاده اللي ادى الفلوس ديال البقر هو السبب الرئيسي في معاناه به الاوضاع اللي نشوفوا الدري الصغير آية في الجمال مور الجبال، هي مشات مسكينة فاتحة عنده ومعنقاه، غادي نشوفوا هذا الأب يفجر لنا. تيقولوا بأن بان محمد كان هز الفلوس، شحال واش عطاهم لكم؟ احنا ما شدينا والو، كنا طمعنا في الفلوس. نعم. ديك الليلة إلا كنت والله تاع 20 مليون يقدر يعطيوها لنا. نعم. وإن حنا جاو داروا اللازم، الخطوبة، العشاء، الذبيحة، ما يمكنش تكذب. ولكن هما داروا الخطى. على ما تتقول البنت، أنا ما أحماش ما نديش تقليد، قال لك دخل شي واحد. باش كنا كانت سنتونا الدارك الملكي، قال شي واحد الجدارمية البنت راها مريضة، خربقوا المير فراه بالجميلة ديالكم. قال ليه هذاك الشرطي شنو كاين في ذاك الجميلة؟ قال ليه فيها جوج كيلو ديال البقري. قال ليه سير كلو انت ولادك. دار باباهم. دار باباهم. شكرا لهذا. صراحة. جاو السماطرية كاع اللي قالت لك البنت بغا يحاولوا انهم يقربوا رجال الدرك، جراو عليهم. جراو عليهم ومشاو داروا الخطة بيناتهم الناس. نعم. مواطنين عادي ديال الخطأ. نعم. دابا غريب في الامر ملي كتشوف مواطن بحال هكا تيشد الفلوس ماشي المخزن، راه مشكله. مزيان. راه مشكله. كيفاش دابا مواطن دابا هاد السماصريه اللي ادعاوا بان راه شدوا الفلوس وبينعطوا على محمد؟ تقول انت درتي له التنازل. التنازل دابا ماشي الجماعه كامله، دابا نعم. يكونوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال السماصريه، ولكن باش غادي يتيقوك يجيبوا الناس اخرين واخا فيهم واحد جوج غداره ولا ثلاثه كيكلوك بالخرين بعشرين. قلت لي كاين شي سياسيه حتى هي داخله تما. قال لك هذاك الشيء اللي قال، قال لك الاب ديال الدري، قال لك قالت الولد عرف واش خرجتك من الفم ديال السبع. شكون اللي قالتها؟ قال لك شي مرشحه. شي مرشحه. انا غادي نشوف. فهمتي؟ احنا ما عرفناش. نشوفوا الخاله هي اللي عاشت الاجواء. الخاله ساكنه بعيده شويه علينا هنا. اي غادي نشوف. اذا اخي المتتبع الكريم، فاتحه راه فاتحه مع وليدها الصغير. فاتحه الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. فاتحة مشات وعنقات هذاك الوليد اللي المصير ديالو مجهول إلا ما درناش يد في يد. القضية ولات كان بيني وبينكم تتشو تترون. عاود ثلاثة المليون بانت، عاود بان شي سياسية، عاود ها هما بانوا السماصرية. فاتحة مسكينة، قشبتو عليها مسكينة، حيت تقول لك وي وي وي، وهمها بزاف هذاك الشيء اللي عارفة. فاتحة هضرات بكل عفوية، ولكن شنو الذنب ديال هاد الملاك، ملائكة الرحمن يا عالم. السلام عليكم. حاجة لاباس؟ بخير؟ سلام لاباس بخير؟ شنو كتجيك فاتحة؟ بنت اختي. فاتحة بنت اختك؟ فاتحة عاد دابا وصلت 18 عام، فاتحة قالت لك من 13 عام وهي راها خسرها محمد. واش في خباركم شي حاجة؟ كي كانت تتصرف فاتحة فوق السماء هاكي لالا وقولي لنا عافاك. لا ما في خبارناش. نعم شنو؟ البنت تتسرح، بنت تخرج وتدخل، احنا عادي قلنا احنا عادي. البنت تنقول لها سيري ردي البهام تردهم، نقول لها سيري للبيت تمشي للبيت. هو كاين حدنا زعما بحال خوتنا بحال ولدنا بحال. يا جيرانكم هما؟ جيراننا هما. ويصير غدر. هكاك الله يرحم والديك. ايوا صافي. ايوا يلا 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 حتى تمرضت البنت. ها هي البنت مرضات، قلنا لها مالكي 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 تتقيا تتقلق تدير، وتنضربوا حنا الحساب نديوها للطبيب ديال الاعصاب ولا ديال شي حاجه. شويه شويه قالت لك اختها وامها واقيلا بحال الا حامله. كيفاش هاد الحامل؟ قال لك تطرد تتقلق تدير تتفعل. صافي وديناها للطبيب، قال لك راه عندها ربع شهور. صافي ها هما عيطوا بيناتهم الجدارميه. احنا قلنا ليها احنا ما صبرناش عند الطبيب، قلنا المشكل، قلنا لها شكون هذا الشيء شكون هذا الشيء؟ قالت لك فلان. صافي قال لك ديوها الكفنسور ديالكم سيدي لامي ديالكم، وجناها وزعما تكلفوا بنا الوجوه كوجهكم، ومشاو جابوا الولد وشدوه وداروهم البحث من الخمسه العشيه حتى 12 بالليل. وناضوا هما، ناض احنا في سيدي لامين، هما ناضوا الجماعه ديالو ودا عند باه العار، ودا العار وذبحوا وكالوا وشربوا، والصباح جابوه بالدرع ودار تنازل. قالوا صافي دابا نخطبوا هاد البنت، دابا نجوزوا فيها، دابا نديروا ليها، دابا نفعلوا ليها. ايوا صافي ودار تنازل ومشاو لبنين بالليل، شدوا شي جوج سوايع ولا ثلاثه وردوه وطلقوه. ايوا وجده فاتحه وبقات كلمتو. ما داهاش صافي. تيقول لك صافي انا عاطي فلوس على ولدي، سير
سير شوفوا كي ديروا روسكو. انا تيقولوا هذا دابا راكي كبيره. سمعت هاد الهضره، تنهضر في التليفون تندير 4 نهار النهار. كان وقت يقولوا واش درتوا، واش جايين، واش ما جايين. قالك لا، قال لهم انا ايه دا ولاو تيقولوا ما كي عايشه دابا امي الفاتحه مسكينه. واحد الحاله خويا ما تاكلش الخبزه بالله، وتتقالقوا بيناتهم وما تيتسامعوش بيناتهم، ولا تختي مريضه، ولا تختي تتقلق. ولا تختي تتقلق، ولا تختي تتكبر. شحال هذا في الضيف، تكبر بالعائله، تكبر دابا نسات كلشي الموضوعات. نعم وصافي، ولات دابا غير في المشاكل. تتقول لك صافي، ملي طرا هاد الشيء على فاتحه ما بقى لا عندي لا عقل لا صحه. صافي انا صافي، ما بقيتش هاد الشيء طرا في العائله. دابا الوليد دابا شنو ولد من دابا ما مقياده باش شنو كطالبوا دابا؟ شنو الى شنو الى تلاقيتي مع شي مسؤول شنو بغيتي تقولي له؟ شوفي فيه وهضري. شنو تنقولي له؟ شتي انت دابا كلف ولدك، الى ما بغيتيش بنتنا دي غير ولدك عندك، ديري ليه الحاله المجانيه ديالو، دير ليه القانون ديالو، يعيش. الا ما بغيتيش البنت كاع قلتي ما نزات ولا ناقصه ولا دايره، دي غير ولدك. تيقول لك لا يا لا، المخزن اللي مشيت عنده المخزن دار المجهود ديالي. نعم ايوا صافي. والو دابا ما صورتو والو. والو هكاك الله يرحم والديك. داكشي باش جيتو عندنا صافي. شنو هلا لا بغيتي تقولي لعائلة محمد؟ شوفي فيهم وهضري معاهم، راه غيشوفوا هذا الشيء. وتنقول لهم شوفي فيهم وهضري مع عائلة محمد، راهم شاركوا الطعام، راهم جيرانكم. والجيران والعائلة وشاركنا الدم وشاركنا كل شيء. تنقولي ليه الله يهديك الله يهديك، اجي دي ولدك، اجي دير القانون لولدك، اجي قابل معنا. قلنا غير الهضرة ولا جوج، ما بغاش. شنو بتقولوا قدام القبيله؟ ها هو ولد ولدهم عندنا مسكين ما عنده حتى ورقه. شنو هاد الدري غادي هكاك؟ واش بغيت تضيعي هاد الجبال؟ هضري معاهم هما. تنقول لهم اجي ديري القانون لولدك، اجي ديري لولدك الدار، اجي سجليها، اجي قريها، اجي دير ليه السبوع، اجي خطبوه، اجي دير. وقال لك انا ما ماشي شغلي هذاك الشيء، انا ماشي شغلي. صافي انا خويت البلاد براسكم، درت المجهود مع المخزون الله يعاونكم. داروا جهود، جهود زعما انه راه عطى فلوس او لا، ولكن ان الاخ تيقول لك بان سمعوا وحسب ما يروج بان هناك سماسره اللي حاولوا يستغلوا بن محمد ويديوا منه فلوس كبار ويوهموا هذا بالتنازل بانه هو احسن حل، وبالتالي التنازل خرج محمد. من اللي خرج محمد بيني وبينكم، محمد يتواجد في نواحي اكادير حسب اخر المعلومات، قالوا له خوي البلاد محمد. ولكن بيني وبينكم كيفاش ان محمد رفض، انا هذا هو بيت القصيد، رفض لادين ديال الدري مع ديك السيده. هذه هي النقطه اللي بغيت كاملنا نضامنوا فيها، بغض النظر على مسكين على فاتحه ولا على الظروف فاتحه ولا على محمد ولا على التسماصريه، فشكون هو اللي خلى هذا العائق ديال ان ما يحيدوش ما يقلبوش لادين ديال محمد وديال ذاك الدري وديك البنيه؟ وإلا كان ولد محمد فراه القبيله والاعراف والتقاليد ما كترضاش حتى العائله محمد ان باش يسمعوا راه ولدهم عنده يتفلان من مور داك الجبل. نشوفوا الاخ اش غادي يقول لنا. ولكن لادين دائما اقولها واكررها، رجاء المسؤولين خدام الدوله الناس ديال القضاء، اي واحد انه نبركوا على محمد غير نديروا لادين. وهنا غادي نقولوا نحن كاعلاميين بعدا بلغنا واحد الرساله اللي هي بيت القصيد، راه بلادين غادي يبان كل شيء. دري زويون في سيستر والله العظيم ان غير دري قاصر صغير ان ما يمكنش نبين وجهه، وما شكون اللي يكره هذا الملك يكون عنده في الدار. تفضل. مرحبا. نعم نزيد الهضره ديال الناس، شكون اللي عصمنا عاوتاني حنا بزاف؟ الهضره كتمشي في الطوبيس، الناس ما كيعرفوكش كتسمعهم كيهضروا عليك، تيقولوا شي هضره ديال الكذوب، حنا كاع ما فروسناش ذاك الشيء. الهضره بزاف عاوتاني لا. كنطلب الناس المواطنين عاديين ما يهضروش في واحد الهضره اللي ما عندهمش الدليل. راه الناس بحال اللي كيشهدوا الزور، راه الناس كيشهدوا الزور النيت. وكنطلب من الدرك الملكي ديال اكادير، كنطلب من المحكمه، من القضاء، كنطلب كاع من الحموشي ويديروا له المجهود يشدوا هذا السيد في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله. وعندي واحد الرساله للقاضي ديال الحكم اللي حكم عليه، انا تيبقى يحترم القرار ديالو حيت هو اللي عنده السلطه التقديريه، ماشي غادي
غنقول ليه لا خطيتي في الحكم ديالك، ولكني كنطلب يتراجع يزيد يحكم عليه ب 20 عام. هادشي اللي كنطلب انا، انا ماشي نقاسي على الحكم ديالو، نقول ليه لا حيت هو اللي عنده السلطه التقديريه. ممكن دري باقي صغير باقي كذا، غادي ما غاديش يبغي يضيعو في الاحباسه، ولكني كنطلب يفتح تحقيق مزيان يعطيه 20 سنه. هادشي كنطر حكيم، كنطلب 20 سنه صراحه، كنطلب لها 20 سنه تحكي على واحد البنت ماشي في الكماليه ديال العقل ديالها. وكنشوف حتى الناس، الا كانوا حتى الناس مواطنين عادي خداو الرشوه يخصو يوداو الجزاء ديالهم. تنقول ليه تقليد عليك، ما تظلمش حتى شي واحد، حيت الا قلتي عطيت لفلان قول لفلان بالصح، ماشي ظلمهم، حيت حنا ما شفناهمش. ولكني داروا الخطه بالليل، ما صوروا بالليل من الدرك الملكي، قراوا الخطه، قراو الخطا، مشاو داروا العشاء وداروا كلشي، جابوا كلشي حتى دار تنازل والغد باش يطلق من يطلق، ويجي يديروا عاوتاني العشاء في الدار ديال باه، قولوا للدراري خرجاك من الصباح راه حشومه. والفلوس انت شتي قالوا كبير بن محمد باع، باع البقر، باعوا بالصح. مصائب قوم عند قوم فوائد، فهمتي؟ البقر باعوا بالصح، داه في ديك السيمانه داه لك الموت، ولكني هو غير هو اللي كيدير داك التشهير، فهمتي؟ هذاك التشهير كيديروا بلا شي حاجه، حتى يدير التشهير بين هو راه كنعطي فلوسي انا عندي الكلاني عندي كذا كذا، ولكني راه حشومه. الا كان بصح حتى يديو ليه السماصريه فلوس، كون جا يعترف غير بولدو يقدر ما يعطي حتى 5000 درهم. استاذ رساله، اذا اخواني شنو اللي وقع دابا من خلال انا جالسه وتنحاول نشوف هذه القضيه؟ ان النيابه العامه مشكوره دارت اللي عليها، الجدرميه مشكورين داروا اللي عليها، ولكن الطريقه باش تحايل محمد وعائلته والسماصر على هذه العائله هي اللي كانت اقوى وكانت تغرى. لان مادام ان التنازل عطاوه ومحمد اقر من غير يتزوج النيابه العامه، صافي اخلي سبيله، في حين ان باش يمشيو يديروا القغط ديالهم. اذا اش من متابعه بقات عند محمد؟ ما بقات حتى وحده. اذا من بعد ما انه غدر ففاتحه، تنتمنى حتى شي جمعيه حقوقيه في الاخوان المجتمع المدني ديال كفنسور، لكن انتم جيت كفنسور عافاكم، شوفوا مع هذه البنيه كون كنا جينا لتما راه غادي اننا غادي نحاولوا نديروا يد في يد ان نطالبوا لادين ديال هذاك الدري. راه هي بوحدها غادي تبين، غادي نشوفوا فاتحه قالت لك عافاك راه تيبكي ولدي وراه ما تيسخاش ابن بعد منه. ترجع عندكم اختكم فاتحه تهضر معكم. فاتحه هضري مع خوتك. شنو بغيت تقول يا فاتحه؟ بغيت نقول شو ما عليك يا محمد غضلتيني. شوف ولدك كيبكي ولكن تي فيك غير شويه ديال الانسانيه، باش جي باش نديو لاضير، ولا ما كنتيش نتيقو باش واش ولدك جي ديو لاضير. حشومة عليك غضلتيني وشوهتيني وشوهتي كاع العائله وشوهتيني قدام كاع العائله والناس. شوف غير ولدك كيبكي. شكرا. تمشي عنده؟ شنو اجي غتمشي عند ولدك؟ غنمشي عندو. صافي تصافتي مع خوتك المغاربه؟ كنصافط عندهم. شنو بغيتي يديروا معاك المغاربه؟ يلا قولوا واش تطلبي، اش تطلبيتي دابا؟ بغيتهم يشدوا لي محمد الزازولي هاد نتزوج بيك، وصدق ما تزوج بيا وما بقى حتى نهار واحد في الحبس. خرج درنا ليه التنازل من المحكمه، ومشى من هذاك النهار لدارهم. ملي مشى من دارهم ملي دازت هاكي كملي يا اختي، شنو اللي كطالبي؟ شنو بغيتي المغاربه يديروا معاك؟ قولي لهم حتى اللي قلبك، علاش يبقى فيك الحال؟ علاش كتجلسي وكتبكي بوحدك؟ يلاه قولي. حيت هاد السيد دابا خايد الحريه ديالو، وخدام وخدام على راسو هو ووالديه، خدام هو كاع البلاد، يا هو يا الوالدين ديالو الشارع اللي هربوه. هما اللي هربوه، هما اللي هربوه. كون كان هضروا معاه كان غادي يجلس، ولكن قالوا ليها هرب، حنا ما نقدرش نتاوبو نتناسبو مع هذوك العائله، ماشي في المستوى ديالنا وحنا ماشي في المستوى ديالهم. خاصك تهرب، غادي تهرب حتى نبيعو البهيم ونبيعو هذا اللي كاين باش نجيو عندك. وداك الشيء نيت اللي داروا، باعوا كل شيء وخواو البلاد ومشاو عندو في حسيتو بالحقره، حيت هو قالوا له ماشي من سمكم دوك، انت زعما انت ماشي من سم عائله محمد. حسيتي بالحقره ولا باش حسيت؟ شويه حسيت بالحقره بزاف. اكثر صدمه شدت لي ملي عرفت صافي خوا البلاد، وشويه خوا حتى والديه. ملي خوا البلاد غير هو يسحب لي باقي يرجع، ملي خوا حتى والديه صافي قلت ما عمره غادي يرجع، هذه المشيه ديالو الاخر.
محمد كان تيستغلك ملي كانت عندك 13 عام. وي عمرك نويتي بين راه كذاب هو كاع؟ لا لا. اه. لا. ما نويتيش؟ نو ما نويتش. وانت صغيرة وتيضحك عليك محمد؟ اه وي. فين كنتي كتمشي انت ومحمد؟ تماك في البلاد برا في البلاصة اللي ما كاينش فيها البشر بزاف، كيدي لي تما حتى كيضربنا البرد وشوية وكنرجعو. اه. كنرجعو كيمشي وكنمشي. وهكا بقيتي غتصبك من 13 العام. وي وي. حتى لدابا وعندك 18. اه. ما عمرك حملتي كاع مع محمد؟ كيفاش الحملة ديالي الولاد هي الحملة ديالي الأولى هي هاد الولد اللي ولدي حكيم. ونهار قلتي له راني حاملة. اه. شنو قال لك محمد؟ قال لي أنا ما بقيتش كاع في هذوك في هذيك البلاد، أنا كاين غير في العسكر، أنت أنا كاين في العسكر وأنت غير كتخربقي أصلا. انا انت قربت لي كيفاش غتكون حامله مني وانا ما عمرني شتك؟ ما عقلش عليا كاع، ما عقلش عليا. قال لي ما عمرني شتك، ما عمرك شتيني، كيفاش غادي نشوف وحده بحالك انتيا؟ واش ما كاينش الف وحده بالجمال في الجمال غير انتيا؟ هذا الشيء صافي اللي قال لك. اه قال كاين الجمال، انا ما تنعرفكش كاع نكره. اه اه كيفاش علاش عندي ما ندير بك انتيا؟ عطا الله بلات حسن وحسن منك. هادشي صح. اذا دي اب بشريه كتباني لهم النهار الاول ملاك تيحاول انه باش يغويك بانك انت اللي كاينه، ولكن من بعد ما ان الغريزه كتحاول ان يطلقها وكتحاول ان البنت هي حملات من 13 العام يا عالم، وهاد البنت تغتصب من 13 العام وهي كتغتصب، ما تغتصبتش حتى بحال بنات ناس عاديين في اوطيلات او لا في فنادق او لا في ديور او لا في لا غير في الخلا وسط السدره وفي الخلاوات فقدت الشرف ديالها وهي انجبت طفل. فنتضامنوا كاملنا ونقولوا وشكرا والف شكر للنيابه العامه في خنيفره، الف شكر للسيد وكيل جلاله الملك، لان ما من مره كدوش شي حاله اجتماعيه مثل هذه الحاله اللي كنتاسفوا حنا عايشينها مع 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 بنتنا فاتحه، وكتحرك مساطير. فتنتمناو سيد وكيل الملك نيابة على ساكنة المغرب العميق اللي كتتآمن بالقدرات ديالكم ان تعطي الاوامر باش ان يشوفوا لادين ديال الدري وفاتحة، وبالتالي غادي فاتحة الى داروا لادين وجابوا عيدوا الدم والدم ديال محمد ود وليدك، شنو غتحسي براك ديك الساعة الى قالوا ماشي ولد محمد؟ اها اه لا ولدو من غير لا ما يمكنش يكون ماشي ولدو، ما كنعرفش شي واحد من غير وغير هو. ما يمكنش. ما يمكنش نو. هو بوحدو. هو بوحديت واه. شحال من واحد ما مشيتي انت في حياتك كاملة؟ ما عرفتو غير هو. محمد. وي. كنتي كتبغيه بزاف. شوية شوية بزاف بحال الهضرة ملي كيهضر كيسحب لي وجه بصح هذاك الشيء علاش كنبغي. ولكن دابا انا كنكرهه، انا دابا واخا نشوفو كيتحرق في النار ما نبغيه ما نمدلي حتى اليد. واخا تشوفي محمد في العافيه. واخا نشوفو في العافيه، واخا نشوفو في وسط البحر هو كيتخلق في الماء، ما غادي نحس بحتى شي حاجه من جهته حيت هو ما حسش بيا، حملت ما حسش ما فيهش، مشى وخلاني ما سولش فيا خلاني حامله ملي ولدت، ما سولش فيا. ما سولش حتى في ولدي، حتى في ولدنا ما سولش فيه، وكل كان كيسول غير في ولده، ما قلتش ليه سول فيا انا، مشى خلاني وهرب الله يغبى لي الشقة في الحبس. الراس اخويا لحيتي الراس. نعم. بغيتي له انت، اذا بغيتي لي ينتقم من محمد. وي اه. اه. ماشي غير هو، ما كرهتش ننتقم من عائلته كامله حيت بحال عائلته بحال هو. تحسي كلشي ضحك عليك. اه كلشي ضحك عليا. الاخوان عافاك شحال من واحد تيقول لك اجي من واحد، شحال من واحد دابا تجي تيقول لي انايا لا هي اللي مشات معاه، راه كانت تغتصب من 13 سنه. عرفتي شكون هي 13 سنه؟ لا راه فيه الصوت زوين اخويا. من 13 سنه ها وحده. وثانيا ان راه الاخت راه كتعاني اضطرابات شويه هكذا، لان بنت المغرب العميق هي حياتها كلها مع محمد. انا قلت لها غادي نمشيو نحيدوا لك الدم ونحيدوا ديال ولدها ومحمد، وراه غتبان الحقيقه. واش عمرك مشيتي مع شي واحد في حياتك بلا محمد؟ لا غير هو.
الا خرج مني يكذب زي عليه تجي للحبس. شكون؟ نجي انا نقول ليه غير البال يديروا لا دار قول ليه حتى يمشي ولا ما كاش ولد واه ولد. خليها تهضر مزيان. دابا انت الا خرج لنا في الدم بين ماشي ولد محمد هذا. لا يقول لي غير الخوج انا بغيته غير يتشد حتى انا في الحقيقه ما كنعرف حتى شي واحد بالغير ما عمرك بها نو شنو باش كنت شديني مزيان شنو هما الكادويات اللي عطاك محمد في حياتك شنو الحوايج اللي كانت يدوخ عليك بهم شنو كانت اول كادو داه ليا في واحد المناسبه ديال عيد الحب و نعم انا شفت واحد العقيق صغير ومشى ليا واحد العقيق صغير وشويه عطى ليا واحد الكاسكلوط في عيد الحب جا داخ عليك جاب لك شي عقيق صغير قال لي اليوم عيد الحب قال لي اليوم العيد قلت ليه العيد ديالاش قال لي العيد الحب انا ما كنعرفش شي عيد ديال الحب وما كنسمع عليه غير في التلفازه ما كنعرفش عليه شو واقعي كنسمعو غير في الافلام قلت لي راه كاين غير في الافلام ماشي في الواقع واش كاين بصح شي عيد الحب ولا غير في الافلام لا قال لي راه كاين واقع عيد الحب ودوم جاب لك الكاسكوت كان العقيق وداك الكاسكوت وي فين مشيتي مع داك النهار عيد الحب فين مشيتي وي شاب واحد البلاصه في الجبال في الخلا بحال هكا كان كيدور بيا وشويه قال لي بغيت نمشي مشى وصافي مشيت ونعس معاك داك النهار اغتصبك وي 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 وقال لي صافي غير مني تكوني واجده علميني باش نجي نخطبك من هذاك المره الاخرى اللي غادي نحمل ما عمرني شفتو ما بقاش كيهضر كيسول فيا كاع ما عمرني شفتو ومني صافي حتى حملت عيط لي قال لي عيطني عيط لي قال لي هاي ما بغيتش في هذيك البلاده كاينه في العسكر نجي شتي بواحد البلاصه في السله في السلام ما كتعرفيهاش دبري على راسك انا ما كنعرفك ما كتعرفي اللي في جهدك ديري هادشي معلش شنو هذا محمد ها كيف بدل ها كيف بدلها كيف بدلها ها عندك نعيطو عليه نو كيف بدلها ولا ها كيف بدلها الله يغفالي الشقف في الحد خرج عليك محمد خرج عليا خرج عليا يا هو شوهك دابا شوهني خرج عليا هو يا والدي اللي ساكنين دابا ما عرفتش فين ساكنين ناشطين فرحانين واكلين شاربين الله يوكل ليهم السم ان شاء الله دعيت لي الله ينتقم ليا منه دعيت لي الله ودعيت ليه المخزن ودعيت ليه الوكيل ودعيت ليه انا بغيتهم يشدوه ان شاء الله يشدوه من يوم قبل غدا من غدا قبل بعدو ما كرهتش نسمع راه كاين في لابريكاج كاين دابا كون كرهتي تيعيطوا لنا يقولنا راه شافوا الفيديو ديال كره محمد في لابريكاد كي غتحسي وانا غادي نطير في الفرحه وغادي نعرف غادي نفرح وغادي نعرف المستقبل ديال ولدي ما ضاعش ولدي غادي يكبر وبابا مشدود في الحبس ولا يدير مهم يكون مشدود في الحبس بغيتهم يشدوه يلا هضري مع المسؤولين قولي لهم شنو يديروا لمحمد باش انت تبردي وتنعسي وترتاحي شنو خصهم يديروا بغيتهم يمشيو يشدوه بغيتهم يديروا ليه المونيط بغيتهم يديروا ليه اللي بغاو يديروها ليه يديروها ليه المهم غايشدوه يمشيو يشوفوا البلاصه اللي خدام فيها اللي جالس فيها يمشيو يقلبوا فيه يجيبوه ما كاش يتشد بغيتو يجيبوه خصهم يديروا لاضير لمحمد قولي يديروا لاضير يديروا اللي بغاو قول لهم غايشدوه رجاء انه هاد العفويه ديال هاد البنيه رجاء انتم رجاء بارطاجيو تنتمناو حتى انا يكون شي مسؤول ويتفاعل في اسرع وقت لان العائله ديال محمد راه معروفه يخبروهم ومحمد حتى انا اقول لك خويا محمد حق الرد مكفول لا ليك لا لعائلتك ولكن الطريقه باش كتهضر ختنا فاتحه ربما اثرت في المغاربه وفاتحه بانت بان ضحيه من الضحايا ديال الذئاب البشريه فاتحه رغم اننا حاولنا باش نراوغوها ما من مره باش انها تراجع بان الاغتصاب ما كانش مع محمد ولان راه كاين شي طرف اخر مشى نعس معاها او لقاسها تتقول لك انا روح طاهره جسد طاهر كنت ضحيه ديال الثعلبه وديال الاستغلال اللي استغلني محمد ملي كانت عندي 13 سنه هنا وراء الجبال خاصه في المنطقه ديال منين نتوما بالضبط
في كافنسور. هاد الناس جاو مساكن من اي تعم وعيسى، جاو مساكن حتى لهاد المنطقه باش ان هنا فاش تلاقينا فاش يوصلوا الرساله ديالهم. فرجاء اختي فاتحه مازال كتستنى البارطاج ديالكم، اختي فاتحه مازال كتستنى، اللي عندها امل واحد بعده هي يوقف محمد حداها ووليدها ويحيدوا لهم يديروا لاضيان، وبالتالي تقدر فاتحه صافي ترتاح. اما دابا فاتحه قالت لك بغيت الاعدام يا محمد، بغيت له يتحرق قدامي، لان حرقها في كبتها حرقها 13 عام يا عالم، عرفتي 13 عام حتى واحد ما يدير فيها هذا الفاهم ويبقى يقول اجدها تمشي معاه او لا، راه 13 عام مور الجبال وما عارفه والو، عرفتي 13 عام شكون هي هنايا؟ ملاك من ملائكة الرحمن. نشوف خوات المغاربة تيسلموا عليك وتيشكروك وتيقول لك تبارك الله. انا كنطلب من السيد الوكيل الملك ديال بني ملال، محكمة بني ملال، عجبهم الحال او ما تيدعيو بني ملال، نقول ليه عندي لك واحد تدخل أستاذ، واش واحد السيد عنده المحل ديال طنجار كيرزق به لولادو وجا واحد قطع عليه اليد، واش استاد المنيول او خمس سنين ديال الحبس هو التعويض ديالو؟ هو هاد المتاع ديال هاد البنت قصيره، راه هاد السيد هرسها بحياتها، هو هاد المتاع. هذا انتوما درتو له التنازل، غدرنا اما قانونيا راه الجدارميه داروا خدمتهم، الدرك الملكي داروا خدمتهم، داروا خدمتهم، اعتقلوا محمد، راه السيد القاضي شدوا باباه في البلاصه، ولكن هما جاو عندكم الاعراف والتقاليد وضمنوكم. دابا شكون اللي قتلنا حنا دابا خلا فينا الاعصاب هو تشهير، هذاك الاشهار ديال الناس، تيهضر الناس ما كنعرفهم ما تيعرفوني، كنمشي غير في الطوبيس كنسمعهم تيهضروا. تيهضروا تيقولوا راه وقع شي مشكل تما، راه هذا تيقولوا شي حوايج اللي ما كاينينش كاع، ما فروسناش. كل المغاربه اش كاينوا حتى الناس ديال كنطلب تنقولوا الناس اللي ما شافش شي حاجه ما يشهدش الزور. راه كتعصبوا الناس، حشومه عليكم الناس اللي تيهضروا. وقال لك كاينين شي اوديوات عنده ديال شي نسيب ديالنا تيكذب عليه، هذاك الشيء كنطلب منه حتى هذوك الا عنده شي اوديوات ديال شي نسيب ديالنا يجي يشدوه يديروا تحقيق معاه، يديروا معاه تحقيق، حنا ما خبرنا والو. حتى هذا النسيب ديالنا العدوس ديال اختي الا عنده شي حاجه شي مشكل معنا ولا عنده شي حاجه، هذاك ما عندوش الحق باش يدير ليه الاوديو من الفعل، غادي الا دار ليه الاوديوات بالصح راه حتى هو غادي يتبعوا قانونيا. وكنطلب من الشعب المغربي، ماشي بغيت منكم فلوس ولا شي حاجه، غير يعاونونا باش نشدوا هذا المجرم. نعم باش يشدوا هذا السيد باش يرتاحوا القلوب، راه الناس خلاونا بالكذوب، حشومه الانسان يشهد الزور، حشومه الانسان يقول واحد القضيه ما كايناش، فهمتي؟ واحد القضيه واحد الانسان كيشهد بواحد القضيه ما كايناش، راه حشومه. اللي ما عنده الولد عنده البنت، اللي ما عندوش البنت عنده الولد، فهمتي؟ هذه الرساله اللي بغيت نوصل، وهي عندها تاخر ديني. اشنو هو تاخر ديني؟ بحال قلتي عندها العقل ديال الحوت، الحوت واخا ضرب الصناره غتمشي وترجع ليها حيت تنسى. نعم هادشي اللي شرحونا الاطباء، وكانت هي وهي فايته دايره واحد العمليه في الرباط بن سينا على حساب الراس النيت، باقا صغيره فهمتي. وكانت مني ان شاء الله تتمنى، اجي نقول لك دابا اش تنتمناو، تنتمناو لادين اجي بنتي ماما حدايا لادين، حتى انا تنتمناه معاهم، تنتمناو تعميق البحث حول سماسره تدخلوا حسب ما يروج في النواحي ديال كفنسور في هذا الملف وفي الشرف ديال هذه البنت اللي تغتصبت من 13 سنه. كنتمناو تعميق البحث حول ما يتداول، لان الكل واحد الشيبو. اما بان محمد كيقول هو براسو شافوه الجيران بين مشابه على بقر في السوق مباشره من بعد الاعتقال. انباء تتقول بان كاع رجال الدرك الملكي اللي تيقول لك هادشي تجراو عليهم من تما، قال لهم ينحيدوا من هنا، وطبقات المسطره وتم اعتقال محمد. ولكن محمد علاش ما بغاش يدير لاديان؟ ايه هذا التنازل، واخا التنازل ما يمكن حتى واحد يدير التنازل، لان فاتحه تغتصبت على 13 عام. 13 عام حنا مسؤولين كاملنا، راه عندنا خواتاتنا، حتى واحد ما يدير فيها هذا الفاهم ويدير فيها زعما راه تيفهموا واو بان عنده ملائكه في داره. 13 عام قاصره كلنا تبهدلنا، لا مجتمع مدني لا مسؤولين ديالنا لا حكومتنا لا برلمان ديالنا، كنا كنتبهدلوا، وخاصه الاستغلال القصير هنايا عندنا في هذه البلاد، لا العنصر الذكري ولا الانوثي. زمان ديال الكبت وما نعاينه عبر قناه شوف تي في يوميا، غالبا حنا في خليفه رقه ودري صغير في الزباله غالبا.
فعافاكم ان بلوس اي كالادو. هاد البنت ما كتقول حتى حاجه، كتقول عافاكم ولدي راه راه راه، عيطوا على هاد الفرعون تاع محمد حيدوا له عافاك الدم وحيدوا له الدم والبروش، والا ما كانش ولدو قالت لك ديهوني الحبس قتلوني حرقوني صافي، ما قالت حتى شي حاجه. ولكن عاود خصنا تعميق البحث، شكون اللي كيستغل هاد المآسي مور الجبال؟ شنو جاب هاد السياسيين لهاد الهضره هادي؟ تيقول لك ان السياسيين دخلوا في المنطقه، صافي حتى من الشرف ديال هادي مسكينه اللي من الصباح قالتها وي 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 حتى هي. هاك يا اختي شدي هضري قربي هنايا وهضري انت قربي انت. كنتمنى من الوكيل العام يمشي يشد ليا هذاك هاد محمد هذا السيد هذا، انا بغيتو يتشد، بغيتو يتشد يديو لاضير يديو اللي بغاو، حتى ما كانش ماشي ولدو انا مستعده نمشي في بلاصتو للحبس. انا بغيتو يتشد، انا بغيتو يتشد من هادي شي عام ونص هادي، وانا كنتمنى باش يتشد. قال خلاني ما حش بيا، ما فيش الكبدايه ديالي ديال ولدي خلاني عند عائلتي، ما خصو حتى ليا على ولدو حتى ليا. الو داي الصغار كيبغيو بزاف الفلوس، اي خاص لي فلوسهم كيتزادو ملي كيكونوا في الكاش، ملي كيكونوا في الكاش داي الصغار كيتزاد صوابهم، وهو ما عقلش عليا وما حش بيا وخلاني عند والديا وخوتي. اش بغاو يديروا ليا انا والديا وخوتي وانا حامله، واللي حملني ما سولش ما عقلش عليا، والناس كيجالسين مع عيالاتهم حاملات في دارهم، ومني كانوا باغيين يولدوا داوهم عند الطبيب، وانا شكون اللي داني عند الطبيب؟ داوني غير خوتي وعائلتي، هما اللي كنت بغيت نولد، غير خوتي وعائلتي اللي كان اللي داوني عند الطبيب، وجلست معايا اختي في السبيطار، كان عليا يجي جلس يجي يديني هو عند السبيطار، جلس معايا خمو، جلس معايا مو، وجلست معايا اختي، خلات دارها وخلات كلشي ديالها، خلات دارها وراجلها، وجلست معايا في السبيطار الله يكثر خيرها، وتكرفصات معايا، وهاد محمد الزازولي الشرير هو مرتاح هو وعائلته في بلاصة بعيدة، أنا ما كرهتش ليهم الحبس، هما في ثلاثة يا هما يا والديه، حيت والديه اللي حيت غير والديه اللي قالوا ليه والديه هو اللي كيدير، كون زيوه والديه وقال لهم وقالوا لي حشومة هذا راه ولدك خاصنا نسولو فيه ولا نجيبوه نجوجوها ليك، ولا تبقى تسول غير في ولدك، ولا تبقى تصرف غير على ولدك. هادشي علاش هو دابا راه كاين في بلاصة بعيدة، هو والديه مرتاح وخدام، بغيت ليه إن شاء الله الإعدام، أنا بغيت ليه الإعدام، كنطلب من جل من الوكيل القاضي يمشي يشدو ليا. نرد عليك أبنتي. إذا إخواني للأسف الشديد هادي رسالة بكل براءة، رسالة ديال هاد البنت هادي اللي لا ذنب لها إلا أنها ابنة المغرب العميق. قصة فاتحة، فاتحة اغتصبت على 13 العام، فاتحة استغلت مور الجبال، فاتحة ولات كتقول يا عالم عافاك بغيت غير أن يديروا لادين، وإلا ما كانش ولدك محمد نمشي للحبس. فاتحة الله يسمح لنا من حق الوالدين، راه الولد الصغير هزاه هزاه جده ولا هزاه خالته عفوا بلاتي شرعه. اذا في وجه هذاك الملاك اخواني اللي المصير ديالو مجهول، تنتمناو كل شيء بارطاجي، وتبارك الله عليكم وتحيه وشكرا لكم والف شكر. قول لهم بسلامه فاتحه، تصرتي مع خوتك المغاربه، قول لهم بسلامه. وكنتمنى نسمع اخبار زوينه باللي هما شدوا ليا محمد الزازولي، وكيف المحكمه كيتسناونا باش نمشيو نتقابلوا معاه، باش كنتمنى الحلم ديالي يعيطوا ليا يقولوا لي كيف المحكمه، نمشي عندهم نتقابل معاه، نديرو لاضير نديرو اللي بغاو، ولا ما حتى ولا ما كانش ماشي ولدو انا مستعده نمشي لبلاصتو للحبس، مستعده يقولو غير يشدوه، حتى ولا ما كانش ماشي ولدو انا مستعده نمشي لبلاصتو للحبس، غير يمشيو يشدوه ليا. بغيت نتواصل معاكم، ميرسي بوكو، وبغيت نمشي عند ولدي كيبكي. سلامة يلاه سلامة سيري عندك. أنا غادي تمشي فاتحة. سلامة فاتحة.
فاتحة، الله يسمح لنا من حق الوالدين. فهاد الرياح فاتحة غادي تغادر وغادي تمشي، قالت لك نمشي عند ولدي تيبكي. فاتحة كضرب واحد الطريقة غريبة، البراءة طاغية أعلى فاتحة، البراءة والعفوية مشات فاتحة. إذا نتمنى إن شاء الله تتعيط لنا فاتحة وتقول لك وراه قبطوه يا عالم. فاتحة تجري باش توصل عندو، مشات 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 فاتحة، والله ما بغيتهاش أنا تغير بيني وبينكم. بسلامة، مشات فاتحة. إذا إخواني وهكذا أودعكم في انتظار، وحنا في غروب الشمس، في انتظار شروق الشمس ديال الحقيقة وديال العدالة وديال الإنسانية وديال أن باش توقف هاد الأخبار وجرائم الاغتصابات في حق القاصر. كان معكم أخوكم حميد العقاوي.